أنا أريولا هرنانديز 23 عاما احتجزتها الشرطة لدى اتصالها بوالدة فتى ضاجعته وحبلت منه. بدأت الحادثة في 2013 عندما قابلت هرنانديز الفتى ومضى يمرحان في فونيكس ديزرت سكاي مول. بعدها أغرت هرنانديز ضحيتها عن طريق الإنترنت مستخدمة اسم تاني هرنانديز وأنا هرنانديز، وتقول الشرطة أن السيدة والولد يمارسان الجنس منذ 6 أشهر، وانتبهت أم الولد للموضوع لدى انتقال عدوى مرضى جنسية لابنها الحبيب. وادعت أريولا بأنها حامل من الولد، وتفيد التحقيقات بتورط أريولا بـ20 علاقة من نفس النوع. الشرطة تشجع الأهالي على تفقد حسابات أولادهم على الفيسبوك لمعرفة إذا ما كانوا متورطين بأي نشاطات جنسية مع هرنانديز.